خمسة بشيخ انت جيهك. هذه شغلتنا المخلل، اخذناها ورثناها من ابهاتنا ومن اجدادنا. الناس تيجي بعد العصر تشرب مخللات وبيبقوا صايمين وبيفتح نفسهم على المخلل وعلى الطراشي. جرجير للغلابه، جرجير للغلابه. احلى جرجير لعيونك. هذه حاجات اساسيه على الفطره في رمضان، زي الخس، الفجل، الجراده، البقدونس، الجرجير، الفجل، خس فايدته منين للمعده، والفجل مفيد للبنكرياس. والبقدونس للالتهابات وكل شيء مفيد للفطره. الواحد بيشتري بشكل فجل، بشكل جرجير، بشكل جراده، اكيد المقبلات هذه صارت اساسيه وما بيزبط الافطار الا غير بتكون موجوده على الفطره. بنجي نبيع بقدونس وجراد وجرجير في شهر رمضان طول السنه رايقه. بنجي نترزق عشان شهر وخير شهر رمضان بس. عشان ندعم اخواتنا الفطار. نعمل لنا 10 شيكل. كنا قبل نستنى الشؤون، نستنى قبضة السلطة، والحين على الفاضي ولا بنستنى قبضة سلطة ولا بنقطع الشؤون. فيش قبضات ولا في حاجة. أنا ببيع فلافل أكثر من 20 سنة. وهذا أخذناه عنا أبونا الله يرحمه من قبل اليهود ما يحتلونا. أكثر من 50 سنة. واحنا بنبيع فلافل هذا صنعنا وهذا شغلتنا. طب كيف الوضع بيكون في رمضان؟ والله الحمد لله تمام الحمد لله، بس وضع الناس مش صعب تحت الصفر، مش زي السنين اللي قبل يعني للامانه. بعدين الفلافل اكله شعبيه واكله يعني معتمده، في كل صفه بتلاقي لازم تلاقي فلافل، يعني من زمان من 20 سنه وتعال جايه لان بتوكل فيش صفه اللي بتلاقي فيها فلافل او حمص. هذا معروف عند الفقير وعند الغني. طب قلنا من ايش بتكون الفلافل؟ اول حاجه من الحمص، الحمص الحار، من نقعه ومن هذا ومنطحنه ومنحط البقدونس والجراده والبصل وكلفه الفلافل ومنعجنها العجن صح ومنبلش. الشغل هذا بالحمص ما قارب الستين من ايام الاجداد الحمد لله رب العالمين وسلم للوالد رحمه الله عليه واحنا الحمد لله كملنا من بعده. الحمص، الفول، الفلافل هذه اكلات شعبيه وما في غنى عنها في البيت، يعني اقل سعر ممكن بلا مؤاخذه تاكل انت وعيالك واولادك منها. اي بني ادم بيجي مثلا معوش محتاج صحن، محتاج فلافل، محتاج شيء، طبعا احنا بنديه، والحمد لله ما بنقول لحدا لا، هذا الشيء وارثين وراث عن اجدادنا كمان. من السنة للسنة بنستنى الموسم هذا، موسم الخير، موسم شهر رمضان، الوضع رايق، الوضع تعبان. يعني الوقت هذا بكون علينا ازدحام بيع، أغلبية الناس وأكثرية الناس من 2 شيكل لـ3 شيكل، هاي البيع وهي الشراء. الله يرزق الجميع ويرزق الناس كليته، للشعب الفلسطيني كليته، كل عام وأنتم بألف خير إن شاء الله.